ايه دي؟ ده الفلاحين الجامدين قوي في البلد اللي ينفعوا في المعركه مجهود، زي حامد الرد على جلال بيه، فاكره؟ اه فاكره. اه ده في قوت البلد وما جاش. تعالى تعالى وريني بيته. يلا. انت هتروح فين؟ هنقبض على شويه فلاحين مجوش. مفيش وقت، خلينا ناخد دوله بعد المعركه هنحاسب كل اللي ما سلمش نفسه.